محاولتنا اللي تعودتوا عليها دائما ان نكون معاكم ومع الناس في المجمعات التجاريه ونتجول معاهم نحاول نسالهم. يعطيك العافيه. طيب ممكن يعطيك العافيه قاعد تسال بالتليفون؟ اي والله. زين ناخذك شويه تي. اي تفضل. زين انا بطلب ابيك تقول لي كلمات صعبه ويا بعض. يلا. اذا طبعا حليتهم راح اعطيك طلب من خلال هذا البرنامج راح ننفذه لك. ايش رايك؟ اوكي. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. قول لي بطتنا بطت بطن بطتكم، تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم؟ صراحه صعبه وايد. يلا حط قدامك. يلا هذا يعني ما حد يدري. بطتنا بسرعه بطن خمس مرات. بطتكم تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم؟ بطتنا بطت بطن بطتكم تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل انت لا تحجي جي طلع تحت على انك قاعد شيء يعني ما تشوف ايش يعني ما هو بطتنا بطتنا بطت بطن بطن بطتنا تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا تبط بطن بطتكم وحسنا شو اسوي بعد بطتنا بطت بطن بطتكم تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم صراحه صعبه وايد ما اقدر عليها صراحه صعبه اي والله وايد يعطيك العافيه شكرا لك مشكور خنشوف واحد ثاني طبعا متواجد يحاول انه يحله صعبه بطتكم بطتنا بطت بطن بطتكم ما ادري شنو تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم كل الناس يحاولون طبعا يجاوبون معانا ولكن احنا قاعد نحاول ها مرحبا يمي كاهو شحليله شلونك زين زين قولي تقدر تقول بطتنا بطت بطن بطتكم تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم يلا بطتنا بطت بطن بطتكم تقدر بطت تبط بطن بطتكم مثل بطت بطت بطن بطتكم كلها صارت بطاطا يلا بطتنا بطت بطن بطتكم تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطت بطتكم بطتنا بطت بطن بطتنا بطت بطن بطتكم تقدر بطتنا تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطت بطنها هي فعلا مثل ما بطت بطنها يعطيك العافيه مشكور خلينا نشوف بعد مجموعه من الناس طبعا اللي متواجده معانا هنا نحاول الواحد يحلها لنا يعطيك العافيه اخوي ممكن راح نعطيك جائزه بس تقولنا هذه بسرعه 10 مرات تقدر اي واحده ها. تقدر تقول بطتنا بطت بطن بطتكم تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم والله ما اقدر قولها بطتكم بطتنا يلا بغششك بطتكم بطتنا بطتكم بطتنا بطتكم تقدر بطتكم تبط بطتنا مثل بطتنا بطت بطتكم 10 مرات بطتكم بطتنا بطتكم تفوق تقدر بطتكم تبط بطتنا مثل بطتكم بطت بطتكم بطتكم 10 مرات بطتكم بطتنا بطتكم تقدر بطتكم تبط بطتنا مثل بطتنا بطت بطت بطتكم بطتنا بطت بطتكم بطتكم تقدر بطتكم تبط بطتنا مثل بطتنا بطت بطتكم بطتكم بطتنا بطت كلها غلط ليش؟ والله ما تعرفها؟ ما اعرف لا يعطيك العافيه مشكور خنشوف واحد يعرفها صعبه والله صعبه بطتنا بطت بطن بطتكم تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم بطتكم قولها يلا بطتنا بطت بطتكم تقدر بطت بطتكم تبط بطن بطت بطتنا مثل ما بطت بطت بطتكم 10 مرات بطتنا بطت بطتكم تقدر بطتكم تبط مثل ما بطت بطت بطتنا مثل ما بطت بطت بطتكم ليش توقف؟ بطتنا بطت بطتكم تقدر بطتكم تبط مثل بطن بطتكم لا ما تقدر بطتنا تبط مثل بطتكم ما تقدر بطتنا تبط مثل ما بطت بطت بطتكم مو قادر يقولها صح هو يعطيك العافيه انت تقولها بسرعه بطتكم بطه بطتكم بطتكم طالع تحت شيء لا يا طالع عدل لا ما يصير ممنوع بطتكم بطت بطت بطتنا مو بطتكم بطتنا بطت بطتكم بط بطتنا بطت بطن بطتكم بطتنا بطت بطن بطتكم تقدر بطتكم تبط بطت بطتنا بطن بطتنا انا غلط يلا ها تقدر بطتكم تبط بطتنا لا بطن بطتنا بطن بطتنا والله صعبه والله ما حد يقدر الظهر يحلها لكن خلينا نشوف يمكن نحصل احد فعلا يقدر عليها يعطيك العافيه اخوي انا بالبدايه ودي اسالك قاعد تتابع قناه الشباب الرياضه لا والله صراحه اول مره اسمع عنك مالك ميول رياضيه لي ميول رياضيه بس قناة ثلاثة ما تشوفها؟ اشوفها بس مو كل مرة مو كل مرة، لك ملاحظات عليها؟ وايد والله عندي ملاحظات عليها مثل قول احنا طبعا تأكد ان هذا البرنامج مخصص لكم انتم برنامج عين الجمهور والشيء اللي انتم حابين تقولونه دائما
ثق تماما انه راح يوصل من خلال هذه الشاشه ومن خلال هذا البرنامج. طبعا هو برنامج حلو، انا شايف يعني طبعا مو ما تابع الا حسب اوقات. قول لي ملاحظات وايد قولها. يعني بصراحه يعني هم ما قاعد يهتمون بالشباب نفسهم، يعني اشوف البرنامج نفسه صاير مخصص حق اللاعب القدام اكثر شيء. احس انه برامج كذي يعني، لكن ودائما مسلط الضوء على كره قدم وبعض الالعاب الجماعيه والالعاب المشهوره. الالعاب الحديثه مثل الكريكت والالعاب اللي احنا قاعدين نشوفها هذه ما لها اهميه يعني. كلها موجوده على الشاشه. بس ما مو يعني مو اهميه مو مهمه نفس درجه الاهميه. اي مثل الالعاب الثانيه يعني. لكن المفروض يعني بعدين خاصه الشباب يعني البراعم الصغيره هذه. حتى صغار المفروض يهتمون فيهم اكثر يعني، مقابلات بالتلفزيون، نشوف العاب، حتى مثل اولياء امورهم ممكن احنا نشوف شنو ملاحظاتهم، شنو الافكار اللي عندهم، اقتراحاتهم، الاشياء هذه. هذا اللي عندك كله قلته؟ كله قلته؟ ايه عندي بعد، بس انا بالدودة توني جاي وانت قاعد تسالني. زين انا بسالك سؤال بسيط جدا، عندي شغله ابيك تقولها 10 مرات تقدر؟ 10 مرات؟ ايه بسرعه. عاد انا اسرع مني ما في بس اخربط. ايه بطتنا بطت بطن بطتكم، تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم؟ انا اشوفها اقراها 10 مرات. يلا بغششك كلها على اقراها عشان ما تبين بالكاميرا. بطتنا بطت بطن بطتكم، تقدر بطتكم تبط بط بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم؟ 10 مرات. 10 مرات. صعبه وايد. صعبه؟ بطتنا بط بطتنا بط بطت بطن بطتكم، تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم بطتنا بط. 10 مرات. 10 مرات وايد. لا والله اعطوني جائزه نمشي. لا احنا ما راح نعطيك جائزه، احنا راح نعطيك طلب، اطلب اغنيه مسرحيه اللي تبي راح نعطيك اياها. قولها. انا بجائزه شيء مسرحيه. مسرحيه سيف العرب. الشعب العراقي اذا يشوف ذهب مرمي بالشارع قدامه يدوس عليه ويمشي. هذا هو الشعب العراقي، لو يشوف 10 فلوس بالقاع يسأل المن. هذا هو الشعب العراقي النوعية. هؤلاء هم شعب العراق اللي ينتمون إلى أرض العراق. نكمل طبعا معاكم ونشوف الناس طبعا اللي متواجدة معانا، وهذه الكلام بطتنا بطت بطن بطتكم ولا الحين ما حد راضي يقولها. يعطيكم العافية. يعطيك العافية أخوي. عافيك هلا. أنا بيك تقول لي هذه 10 مرات بسرعة تقدر؟ 10 مرات شلون؟ بسرعة. ها؟ بطتنا بطت بطن بطتكم، تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتنا. 10 مرات يعني. 10 مرات بسرعة. لا والله صعبة. ما تقدر؟ لا ما أقدر. ما يلام، والله ما يلام، من يقدر عليها؟ يعطيك العافية. خلينا نشوف بعد، يمكن نلقى أحد، يمكن نلقى أحد يقدر يقولها، يمكن ليش لا، يمكن. خلينا نشوف عموما الشباب اللي يقدرون يقولونها. ها خلينا نشوف في شباب بعد ويانا. يعطيكم العافيه شباب. ها ها طبعا ما يبون كلهم، ما نلومهم، ونحاول ناخذ طبعا طرف اخر من الشباب الموجودين والناس. في واحد من اليوم يبي يطلع، قولها لي بسرعه 10 مرات. بطتنا بطت بطتكم ما بشوف. بطتنا بطت بطن بطتكم بط صعب زمان. ها بطتنا بطت بطن بطتكم، تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطت بطن مثل ما بطت بطن بطتكم. بطتنا بطتكم صعبة صعبة ما اقدر. صعبة صعبة والله ما يلام، صعبة صعبة صدق صعبة صعبة. كانت هذه هي حلقتنا اليوم، اتمنى فعلا انكم مجتهدين تكون قد استمتعتم في متابعة هذه الحلقة، ونقول لكم دائما على امل اللقاء فيكم في الحلقة القادمة. مع السلامة. الجمهور